السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم بخير يا الربع. هذا الذيب جابه الله لي قبل يمكن 3 شهور أو أكثر، جابه واحد من أخويا صويب وعالجته وفكه الله، وقعد عندي هالفترة هذه لين طب جرحه، واليوم بإذن الله نبي نفكه. ونتمنى من أخواننا أهل البر اللي يقنصون اليسار ما هو موذيك لا تعرضه، هذا ذويبان ما يستاهل. نستودعك الله، روح الله يجزاك خير ابو يوسف. الله يزود على كلام ابو يوسف. الذيب هذا على ما قيل بشهادتي وشهادتي.